بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسته إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يصيح في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ. وقال رضي الله عنه عثر حسين الحلاج عثرة فلم يكن في زمنه من يأخذ بيده ولو قود في زمنه لأخذت بيده وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة. آخذ بيدي كلما عثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا ققوام. يا أهل الجبال دقت جبالكم يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله. يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتثنى على عيني. وعزتي ربي إن السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غائص في بحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم العرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمع منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحق عليك شرب وما أكلت حتى قيل لي بحق عليك كل وأمرتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه أسمر اللون مقرون الحاجبين
عريض اللحية طويلها، عريض الصدر نحيف البدن، ربع القامة، جوهري الصوت، بهي الصوت، سريع الدمعة، شديد الخشية، كثير الهيبة، مجاب الدعوة، كريم الأخلاق، طيب الأعراق. أبعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق، شديد البأس إذا انتهك محارم الله عز وجل، لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغير ربه، ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه، وكان التوفيق رائدا والتأييد معارضة، والعلم مهذبة، والقرب مؤيدة، والمعاضرة كنزة، والمعرفة حرزة، والخطاب مسيرة، واللحظ سفيرة، والأنس نديمة، والبسط نسيمة، والسوق راية، والفلح بضعة، والعلم ضيعة، والذكر سميرة، والمكاشفة غذاءه، والمشاهدة شفاء، وآداب الشريعة ظاهرة، وأوصاف الحقيقة سرائرة، قدمه التفويض والموافقة، مع التبري من الحول والقوة، وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد، مع الحضور في موقف العبودية، بشر قائم في موقف العبدية، لا بشيء ولا لشيء، وكانت عبوديته مستمدة من محض كمال الربوبية، فهو عمد سماع مصاحبة التفريقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة، وفضائله رضي الله عنه كثيرة، وأحواله أظهر من شمس الظهيرة، وكانت وفاته دامت علينا بركاته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500، وعمره 91 سنة، ودفن ببغداد، وقبره ظاهر يزار، ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه، ونفعنا به أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.